أشخاص تعرضوا للسقوط في أحواض الأسماك. في الكثير من الأوقات يفضل الأشخاص الذهاب إلى حدائق الأسماك حتى يستطيع هذا الشخص قضاء وقت ممتع للغاية مع هذه الأسماك، ولكن من الممكن أن يتعرض إلى حادث يؤدي في النهاية إلى السقوط داخل حوض السمك، مثل هذه المواقف التي سوف نعرضها عليكم اليوم في هذا الفيديو. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. هذه الفتاة كانت تحاول اللعب مع هذا السمك الذي كان يوجد داخل هذا الحوض، ولكن فجأة تعرضت إلى السقوط داخل هذا الحوض، حتى استطاع هذا الرجل الذي كان يقوم بتصوير هذا الفيديو رفعها على الفور من داخل المياه. تم تصوير هذا الفيديو لهؤلاء الشباب الذين كانوا يحاولون الغطس في المحيط داخل هذا الصندوق، ولكن تم الهجوم عليهم من قبل هذا القرش الذي كان يحاول فتح هذا الصندوق في مشهد مخيف جدا. بينما كان يحاول هؤلاء الشباب الحفاظ على هدوئهم كما هو واضح في هذا المشهد. في دبي حاول هذا الشاب وصديقه النزول في حوض السمك الكبير الذي كان يحتوي على مجموعة خطيرة من الأسماك، من بينهم سمكة القرش الكبيرة هذه التي كانت تحاول الهجوم عليهم، ولكنهم كانوا يحاولون البقاء دون حركة كما هو واضح في هذا المقطع. ولكن هذا يؤكد على قوة الشجاعة التي يتمتع بها هذا الشاب وصديقه حتى استطاعا النجاة من هذا الموقف. وكما هو واضح كانت سمكة القرش تحاول الاقتراب من هذا الشاب وصديقه، ولكنهما كانا يحاولان البقاء في هدوء طوال هذا الوقت حتى لا يتعرضا إلى المخاطر أو يتم ابتلاعهما من قبل سمكة القرش في مشهد مخيف وخطير جدا. في أحد المراكز التجارية تعرض حوض السمك إلى الانفجار كما هو واضح في هذا المشهد، ما أدى إلى وقوع كمية كبيرة من أسماك القرش على الأرض، وهذا ما جعل الكثير من الناس يشعرون بالخوف. ويقال إنه تعرض 16 شخصاً إلى إصابات بالغة بسبب الزجاج الذي تعرض إلى تحطم في هذا الموقف. كما يقال إن هذا الحوض كان يحتوي على حوالي 33 طناً من المياه، وهذا أكد على أن هذا الموقف كان يعتبر واحداً من المواقف الخطيرة جداً التي حتى الآن تسبب الخوف إلى الكثير من الناس من الوقوف أمام حوض السمك بهذا الحجم الكبير. في حوض السمك هذا بالرغم من حجمه الكبير إلا أنه كان يمتلك كمية كبيرة جداً من الأسماك كبيرة الحجم، وهذا كان يجعل هذه الأسماك تصطدم مع بعضها البعض كما حدث في هذا الفيديو الذي نال إعجاب كل الحاضرين في هذا الوقت. هذه الملاهي المائية توجد في دبي، وهي عبارة عن مزلاجات مائية تساعد الشخص على السباحة في هذه الأنابيب، ويمر من خلال حوض سمك يحتوي على كمية كبيرة من الأسماك المتنوعة والخطيرة والمفترسة. في هذا الفيديو كان يحاول هذا الشاب تنظيف حوض السمك الذي يوجد فيه سمكة القرش، ولكن هذا يؤكد على أنه كان يتمتع بشجاعة كبيرة جدا، حيث أنه كان قادرا على تنظيف هذا الحوض، وفي نفس الوقت كان يحاول الابتعاد عن هذه السمكة التي كانت تشكل خطرا كبيرا على حياته. هل لديك القدرة على القيام بعمل هذا الشيء مثله؟ ما هو أكثر فيديو نال إعجابك اليوم في هذه الفيديوهات؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.